السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فهذه مقتطفات من سيرة عالم من أعلام هذه الأمة وبطل من أبطالها، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر. هذا الصحابي الجليل كان من السابقين إلى الإسلام، وممن شهد بدراً وأحد، وكان حامل اللواء فيها، وقد هاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة، وأسلم على يديه العشرات، ويقال أنه أول من صلى الجمعة بالمدينة وكان سفيراً للمسلمين فيها. إنه الشهيد البطل مصعب بن عمير بن هشام البدري القرشي العبدري، كان رضي الله عنه كما سبق من السابقين إلى الإسلام، لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم ذهب إليه وأسلم وكتم إسلامه، خوفاً على قومه، خوفاً على نفسه من قومه وأمه. ولكن الوشاة من المشركين أخبروا أمه وقومه بالخبر، قال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فأمسكوا به وعذبوه وضربوه حتى فر بدينه مهاجرا إلى الحبشة. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه الفتى فتى مكة المدلل، كانت أمه من أغنى نساء قريش، وكانت تلبسه أحسن الثياب وأحسن الحلل، وكان من أعطر شباب مكة. فلما أسلم رضي الله عنه انخلع من ذلك كله، وناله من الأذى والتعذيب ما غير لونه وأنهك جسده. في صحيح الإمام البخاري من حديث خباب رضي الله عنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا نبي الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيقسم إلى قسمين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، أو الذئب على قوم على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. قال ابن إسحاق: لما أسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع النفر القلة 12 الذين بايعوه في بيعة العقبة الأولى، أرسله للمدينة ليعلم الناس أمور دينهم ويقرئهم القرآن، وكان أول من صلى الجمعة بالمدينة، وكان منزله آنذاك عند سعد بن زرارة الأنصاري، وقد أسلم على يديه العشرات، وممن أسلم على يديه أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وهما سيدا قومهما، وكفى بذلك فخرا وثناء في الإسلام، انتهى. يعني يكفي مصعب بن عمير أجرا أن الذي أسلم على يديه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه
قال أول من قدم علينا في المدينة عبد الله ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير، ثم تبعهما سعد بن أبي وقاص وبلال وعمار بن ياسر، ثم تبعهم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما فرح المسلمون فرحهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعلنا الإماء يقولنا قدم رسول الله، ولم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى قرأت سورة الأعلى في صور من المفصل. أيها الإخوة الأفاضل، كانت لهذا الصحابي الجليل مواقف عظيمة تدل على شجاعته ونصرته لهذا الدين. فمن ذلك أنه كان يحمل اللواء، أو كان حاملاً للواء في غزوة أحد، ولا يحمل اللواء إلا الرجال الشجعان، وإذا سقط اللواء فإن ذلك في الأمور العسكرية يعتبر ضربة قاصبة. لما تخلخلت صفوف المسلمين في هذه الغزوة الشهيرة وكانت الغلبة والقوة للمشركين، توجهوا إلى مصعب بن عمير وتدافعوا نحوه، وأقبل عليه ابن قمأة وكان يحمل اللواء في يده اليمنى ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الدفاع، فضربه بالسيف فقطع يده اليمنى، ومصعب بن عمير يردد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأمسك اللواء بيده اليسرى فقطع يده اليسرى، فضم اللواء أو الراية إلى صدره فضربه بالرمح على صدره فوقع شهيدا مضرجا بدمائه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي وائل قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى إلى الآخرة لم يأخذ من الدنيا شيئا، منهم مصعب بن عمير استشهد في غزوة أحد لم يترك إلا نمرة، فإن غطينا بها رجلاه بدا رأسه، وإن غطينا رأسه بدت رجلاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه وضعوا على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أيعنت له ثمرته فهو يهدبها، أي فتحت له الدنيا. لقد مضى مصعب شهيدا ولم يترك وراءه شيئا من متاع الدنيا، ترك النعيم والمال والجاه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. روى الإمام أحمد مسندي من حديث أبي قتادة وأبي الدحماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. رضي الله عن مصعب وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، جمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.